واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني وكذلك الجرائم التي تضر بالبيئة. وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة وجرائم غش السلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية المكبرة والتي أسفرت وبنطاق مديرية أمن الشرقية عن ضبط مركز بدون ترخيص لتداول وتعبئة المواد الغذائية بداخل 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأملاح المستخدمة في تنقية وتحلية المياه بداخله 50 طن ملح ومواد خام جميعها مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لمواد كيماوية بداخله أكثر من 130 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهول المصدر ومنسوب إنتاجه لشركات وهمية، وضبط 75 طن ونصف أعلاف حيوانية منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرارا للحملات الأمنية بنطاق محافظة الشرقية، أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنعين بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن أعلاف حيوانية ومبيدات حشرية مقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما نجحت في ضبط مصنع للمواد الغذائية ومجزر بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من 28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط مصنع غير مرخص للمنظفات المنزلية ومخزن بدون ترخيص لتداول المواد الكيماوية بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن مواد خام مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن القليوبية، شنت الإدارة حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط نحو 256 طن مخللات ومواد خام مجهولة المصدر بمصنعين دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات، وضبط 65 طن مواد خام ومنتج نهائي لمناديل ورقية ومواسير مياه بلاستيكية وأواني طهي منزلية جميعها مجهولة المصدر بثلاثة مصانع بدون ترخيص. وبنطاق محافظة الجيزة، تمكنت الإدارة من ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة الزراعية بمضبوطات بلغت قرابة 105 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، كما نجحت في ضبط ثلاثة مصانع وشركة بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة كيماويات البناء والمنظفات الصناعية والعبوات البلاستيكية وتدوير المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بمضبوطات بلغت 75 طن ونصف من تلك المنتجات جميعها مجهولة المصدر.